بلد المليون نازح، هكذا يبدو الوضع في اليمن التي تعيش شهرا ثالثا من الحرب ضد ميليشيا اختطفت الدولة وانقلبت على إرادة الشعب. معاناة النزوح فصل آخر من فصول المأساة التي يعيشها الشعب اليمني منذ أن قررت ميليشيا المخلوع والحوثيين إعلان الحرب عليه. نحن وأولادنا بيوتنا تكسرت وحاجاتنا راحت. مننا حوالي 52 أسرة جالسين، معنا أطفال، أطفالنا يعانوا من الأمراض، تعالوا شوفوا أجسامهم، ما فيش معنا حتى قطرة مي نشربه. فين منظمات حقوق الإنسان؟ فين الناس؟ فين نحن نعاني من وضع سيء جدا. الحرب التي امتدت آثارها إلى 19 محافظة أجبرت أكثر من مليون مواطن على النزوح منذ أواسط مارس الماضي، كما تقول الأمم المتحدة، خاصة في ظل الاستهداف الممنهج للمدنيين واستخدامهم كدروع بشرية. التقديرات تشير أيضا إلى أن معاناة النازحين امتدت إلى ما هو أبعد من النزوح، خاصة في جيبوتي التي تجاوزت أعداد النازحين فيها 13,000 نازح. احنا طلعنا من ميناء المقا إلى هنا من حياة صعبة وفي الحرب إلى حياة أصعب. في الداخل والخارج وجد النازحون أنفسهم في حياة جديدة من البؤس ووسط جحيم آخر من الحرمان، غير أن الأمر من النزوح هو الاغتراب داخل وطن منكوب بالفقر والحروب.